في قطاع غزة تتجلى قصص الصمود والتضحية بوضوح في كل زاوية. في أحد أحياء القطاع تتجمع مجموعة من الأطفال الصغار يحملون كرتونة صغيرة من التمر ويسيرون في الشوارع ليقوموا بتوزيعها على المارة. من الجدير بالذكر هنا أن هؤلاء الأطفال كانوا على دراية وقناعة بأن التمر ليس مجرد فاكهة، بل هو رمز للحنان والدعم، وأيضاً للتذكير بأحبائهم الذي فقدوهم بسبب الإبادة. كانوا يتجولون بين الأزقة، يبتسمون لكل شخص يقابلونه ويمدون أيديهم الصغيرة بالتمر، ولكن عندما سألهم أحد المارة لماذا تقومون بتوزيع هذا التمر، كانت الإجابة هنا صادمة. دعونا نشاهد. وأنا ماشي في الشارع قبلوني هذول ومعهم كرتون التمر، وإيش قالوا لي؟ ليش التمر هذول؟ رحمة بابا وسيدة. بابا وسيدة الله يرحمهم استشهدوا في الحرب؟ نعم. الله يرحمهم يا رب. بيوزعوا تمر، أروح بابا أروح سيدة الله يا رب يرحمهم ويتقبلهم. إيش نفسكم؟ يدخل الجنة يا رب إن شاء الله، هم عند ربنا أكرم منا وربنا حيدخلهم الجنة. إيش نفسكم الحرب يصير فيها؟ خلص خلص ونروح دورنا. زهقتوا من الحرب؟ متعب الحرب؟ خفتوا في الحرب؟ هاي ضربوا الارض واحنا خفنا. الحمد لله. لكن طيبين بتضحكوا، بيقدروش ينزعوا البسمه من وجوهنا صح؟ الله يرضى عنكم يا رب، ربنا يحفظكم ان شاء الله.